مشروع اليوم اعزائي المشاهدين من افضل وانجح المشاريع، لان ما كنت النهارده بتنتج اكتر من منتج بنفس الماكينه مع تغيير حاجه واحده بس، وهي الاسطمبه او القالب. انت في البدايه بتدرس حاله السوق من ناحيه الطلب والعرض، وبتشوف اكتر المنتجات اللي انت ممكن تربح فيها، وبالتالي بتحدد القالب اللي انت هتشتغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشر كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة تمنى ترسلني في التعليقات، وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. مشروع النهاردة مصنع كامل بمكينة واحدة. ناس كتير جدا حابة تبدأ في هذا المشروع لكن مش عارف تبدأ ازاي. مشروع اليوم ان شاء الله اتكلمنا فيه قبل كده عنه في فيديو سابق، والنهاردة بنكمل او بنوضح بعض النقاط اللي احنا ما ذكرناهاش في الفيديو الاولاني. مشروع النهاردة اعزائي المشاهدين وهو حقن البلاستيك او مكينة حقن البلاستيك. هنتكلم من خلال فيديو النهاردة عن ازاي اقدر اشتري المكينة والقوالب الخاصة بيها، سواء داخل الوطن العربي او استيراد من الصين او استيراد من اوروبا. كمان نتكلم على ازاي احصل على المادة الخام وانواعها واماكن توفرها. هنتكلم كمان على المنتجات الخاصة بمشروع النهاردة، وهنتكلم في النهاية على المساحة المطلوبة وهي العمالة. اشهر سؤال ممكن تسمعه هو انت عاوز ماكينة كم طن؟ يعني لما تروح تشتري الماكينة من الشركات الموردة لهذه الماكينة هيقولك انت محتاج الماكينة كم طن. يعني ايه كم طن؟ يعني قوة اغلاق القالب هو الاجابة على هذا السؤال. هو هنا بيقصد بقوة الاغلاق اللي هي القالب، يعني الماكينة بتحقن بقوة اغلاق، لازم وحدة الاغلاق هنا بتقابلها قوة ضغط تانية عشان تقدر تعمل احكام للقالب. يعني لو شفت مواصفات اي ماكينة حقن وبصيت في الموديل هتلاقي مثلا ماكينة موديل EA 160. ال 160 دي هي قوة الاغلاق للقالب. قبل ما تشتري مكينة الحقن لازم تعرف حاجات مهمة جدا، وهي ان مكان الحقن بينقسم حسب المنتج المطلوب وحسب نوع الكبس. رقم واحد من انواع الماكينات مكان حقن ترددي، وده مناسب للضغوطات القليلة وبيدي سرعات قليلة. اما النوع الثاني وهو عبارة عن عمود الاوز، وده بيناسب الضغوطات الكبيرة والسرعات العالية، وده الاشهر على مستوى العالم، والاستخدامات بتاعت هذا النوع كتير جدا. من الحاجات المهمة كمان اللي انت لازم تعرفها قبل شراء الماكينة وزن البلاستيك الداخل للماكينة اللي هو الشوت ويت، دي حاجة مهمة جدا، الكمية البلاستيك الداخلة في الماكينة. كمان مكن الحقن بينقسم حسب المحور للماكينة، يعني في مكن محور رأسي وفي مكن محور أفقي. المحور الرأسي ده انتاجية قليلة ولكن سريع في الانتاج، أما المحور الأفقي ده بيكون الانتاجية عالية والأوسع في الانتشار من نوع الرأسي. لكن سعر الماكينات هنا الرأسية أقل من سعر الماكينات الأفقية، لكن زي ما بقول لك المكن الأفقي ليه استخدامات أعلى من المكن الرأسي. كمان في حاجة مهمة جدا في الماكينة قبل ما تشتريها، وهي أقصى فتحة للقالب اللي هيركب على الماكينة قد إيه. كمان معدل العجن للماكينة، يعني الماكينة بتعجن كام جرام في الثانية الواحدة، دي حاجات مهمة جدا لازم تبقى عارفها. لو اتكلمنا على افضل انواع بالنسبة لأماكن الحقن، عندنا في نوعين والنوعين منشأهم اوروبي. النوع الاول انجل وبلد المنشأ نمساوي، اما النوع الثاني وهو النوع اربوج وده الماني. هسيب لكم برضو ارقام هذه الشركات في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بالنسبة للتأكيدات الاساسية لهذا المشروع، المساحة المطلوبة من 150 الى 200 متر، وده عشان الماكينة والمواد الخام الأولية والمنتج النهائي بتاعنا. بالنسبة للموقع يجب أن يكون المكان في منطقة صناعية منعزل عن السكان، وده بسبب أن الماكينة صوتها عالي شوية، من الصعب أنك يعني تنفذ المشروع في منطقة سكانية. الكهرباء المطلوبة 380 فولت، يعني 3 فاز، لأن الماكينة بتاعتنا بتحتاج كهرباء عالية. التراخيص سجل تجاري وضريبي وتراخيص زي ما حدكم عارفين لأي مشروع صناعي. بالنسبة للعمالة لمشروع النهاردة هنحتاج 2 من العمال، واحد على الماكينة والمنتج التاني لتعبئة المنتج خلف الماكينة. كمان نحتاج فني للماكينة وممكن مشرف لو احتاج الامر، برضو ممكن جدا نعين شخص للتسويق. بالنسبة للمادة الخام المستخدمة في عملية الانتاج، في عندنا نوعين من المواد الخام. المادة الاولى وهي مادة خام حبيبات البولي إيثيلين الاولية، ودي مادة قابلة لإعادة التدوير، وهي بتكون مادة شفافة بنصنع منها اي منتجات
غذائية زي الشوك والمعالق والسكاكين اللي هي خاصة بالأكل. والهالك من بعد استخدام هذه المادة بيتم استخدامها مرة تانية عن طريق تكسير أو تخريز هذه الحبيبات، بيعاد استخدامها مرة تانية بدون أي مشكلة. المادة الخام التانية وهي مادة خام غير قابلة لإعادة التدوير، ودي بيتكون منها كسر بلاستيك وبيتم تلوينها وعمل منتجات زي الكراسي والأطباق الكبيرة الملونة، مش بتستعمل في منتجات شفافة. وزي ما بقول لك دي لا يعاد استخدامها مرة تانية. لو جينا اتكلمنا على طريقة عمل الماكينة عشان نفهم باقي التفاصيل، الماكينة بتعمل على انصهار المادة الخام وهي البولي إيثيلين، بتحول إلى مادة سائلة، بعد كده بيتم حقن أو ضخ هذا السائل إلى القالب، بعد كده بيخرج المنتج من القالب بالشكل المطلوب. ودي عمل طريقة الماكينة بشكل مبسط. القلب الموجود على الماكينة ليه جزئين، جزء ثابت وجزء متحرك. قبل عملية الحقن بيتم كبس الجزء المتحرك مع الثابت، وبعد عملية الحقن بيتم خروج الجزء المتحرك لخروج المنتج زي ما حضراتكم شايفين. يعني في جزئين في القالب، جزء ثابت داخل الماكينة وجزء متحرك اللي هو بيخرج عشان نخرج منه المنتج. بالنسبة لأماكن شراء الماكينات، زي ما قلت لك هسيب لك في صندوق الوصف أكتر من مورد لشراء الماكينة، منها الصيني ومنها الأوروبي النمساوي والألماني، لكن أفضل ماكينات بجودة عالية هي الماكينات الأوروبي المجري والنمساوي والألماني، بعد كده الصيني. برضو في مكان كتير في مصر شغال أو في الوطن العربي بوجه عام شغال صيني، لكن طبعا بتختلف المواصفات الفنية من الأوروبي للصيني، أو بالتالي بتختلف الأسعار. بالنسبة لتسويق هذا المشروع، قبل بداية المشروع لازم نعمل دراسة للطلب والعرض في السوق. زي ما بقول لك في اي مشروع لازم تنزل السوق وتشوف دراسة السوق او دراسة المنتج في السوق بالنسبة للطلب والعرض. من اهم طرق التسويق هو التسويق الالكتروني، ده عن طريق ان انت بتعمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وبتعرض فيها منتجاتك، وممكن تعمل كمان موقع على الانترنت، وده بيبقى حاجة ممتازة جدا. انت بتعمل موقع بتحط عليه منتجاتك ودراسات جدوى اسعار ارقام للتواصل، طبعا بيبقى مفيد جدا انت بتعمل حاجة زي كده. كمان منتج النهاردة ممكن ان انت تنتجه للفنادق والقرى السياحية، لو انت بتصنع منتج خاص بالفنادق زي ما بقولك الاطباق والشوك والسكاكين والمعالي، الحاجات دي كلها خاصة بالفنادق، كمان خاصة بالمطاعم وخاصة بجميع محلات الادوات المنزلية. طبعا هنا التسويق حسب المنتج اللي انت بتصنعه زي ما قلت لك. ده كان مشروع النهاردة اعزائي المشاهدين، مشروع مهم جدا ومشروع ممكن تنفذه باكتر من طريقة. زي ما قلت لك الماكينة واحدة، ولكن المكبس او القالب او الصنبة هي اللي بتختلف، فانت حاول تشوف هتخصص في ايه، هل هتخصص في اطباق، هتخصص في معالق، في شوك، في منتجات لا يعاد تدويرها، في منتجات يعاد تدويرها، شوف هتخصص في ايه، حاول تدرس السوق بشكل جيد، وحاول تشوف ايه المنتج اللي انت ممكن تسوقه. ان زي ما قلت لك مشروع النهاردة مشروع مربح جدا، لكن محتاج منك دراسة في البداية. طبعا دي ال 600 اللي هو 60 طن، تمام. دي اصغر حاجة موجودة عندهم في هايتيان. جيم، how much is this 60 ton? 60 pounds we normally sell at 30. 30؟ yeah. ده عاملة 30,000. ودي الماكينة اللي هي 120 طن. 120 طن برضو هايتيان. طبعا دي سكند جينيريشن، ده اشهر حاجه في الهايتيان وافضل حاجه، تمام. 120 ده عامل 50,000، كويس. ده 400 ده يعني الضغط اللي هو بتاع القالب نفسه، تمام. مجهزينها طبعا القالب وهشتغلوا عليها. عادة الماكينة يعني ده مثلا الانتاج 15/8/2021، 2021. فالمكان اللي عندهم لا، الحالة بتاعتها كويسة جدا 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 جدا، تمام. كل ده هايتين ماشي.
كل ده هايتيان في منه طبعا اتباع. دي اللي هي الميتين طن، ماشي، دي الماكينة الميتين طن. دي مثلا انتاج 16/10/2020، تمام كويس. ده اللي هي 350 طن، 350 طن. الانتاج بتاع المكنة على فكرة يعني مش بعيد، قريب كله يعني. دي انتاج المكنة 2022. اتمنى لكم دوام التوفيق ان شاء الله في حياتكم العملية. اشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.